دكتور أحمد، أثناء جولتنا في الجمعية ما شاء الله تبارك الله تفاجأنا بالعمل، العمل مميز. تقريبا نقدر نقول أن الجمعية التعاونية النحالين في منطقة الباحة تغرد خارج السرب. الخدمات اللي تقدمها الجمعية التعاونية هل يمكن لكل النحالين الاستفادة منها أو هي حصرا على أعضائها؟ اولا ودي اطمنك انه في 12 جمعيه على مستوى المملكه، وان شاء الله مساله وقت وتلحق جمعيتنا حاليا التعاونيه بالباحه. يوجد دعم مميز من الدوله الان للجمعيات التعاونيه خاصه من خلال مشروع التنميه الريفيه، فانا متفائل بالجمعيات الاخرى. بالنسبه للخدمات اللي تقدمها الجمعيه، طبعا مفتوحه لجميع النحالين في المملكه. الجمعيه تقدم دورات، الان دربنا اكثر من 1500 واحد، كثير من مناطق أخرى غير الباحة. جميع منتجات الجمعية تصل لدول الخليج وللمملكة، والحمد لله مع وسائل النقل الآن تستطيع أن تطلب أي شيء ويصلك خلال 48 ساعة. فمنتجات الجمعية الحمد لله مطلوبة على مستوى المملكة، وبالعكس يسعدنا أن يكون في تعاون وفي خدمة للنحال سواء في منطقة الباحة أو في أي منطقة أخرى.